السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دفعة روح دفعة أرام. إن شاء الله تعالى في هذا الفيديو للمرة الـ15 نشرح له الـ DNA Replication. ليش بالمرة الـ15؟ أكيد شفتوا وفهمتوا من البوست اللي صار. الآن بداية من نعرف What is DNA Replication. الـ DNA Replication in simple word it is a biological process، وهاي الـ biological process في كل بساطة وظيفتها إنها تعطيني two DNA molecules to replicate. إيش يعني replicate؟ لنضاعف المادة الوراثية. فهل الهدف من هاي المضاعفة الـ preserving أو الحفاظ على المادة الوراثية؟ إذا what is the purpose of what? What is the purpose of having DNA replication to preserve the genetic material؟ طب متى أنا بدي أحافظ على الجينيتيك ماتيريال في السيلولر ديفيجن؟ فالآن كل الفكرة نتذكر من البيو ومن الهيستو اللي كان منكم دارس هذا الموضوع. في عندي بنسميها السيل سايكل. السيل سايكل كنا مقسمها لعدة فيزز. كان إيش هم الفيز اللي نحكي عنهم؟ 3 phases، وعندي الفيز الرابع حرجع لونهم بالضبط. ايش يعني كل فيز بلون منفصل عن الثاني؟ نيجي على الفيز الاول اللي بنحكي عنه، هذا اللي هون اسمه الجي 1 فيز او growth phase الاول. بعديها يلي في هاي المنطقة وفي هذا الفيز هو الاس فيز. ايش هو الاس فيز؟ ايش يعني اس فيز؟ المقصود فيه انه الفيز اللي بصير فيه عندي الدي ان اي ريبليكيشن اللي كنا نحكي عنه. بعد هيك في الفيز الثالث اللي راح يظل لونه في اللون البنفسجي هو الجي 2 فيز، واخر فيز اتفقنا عليه هو ايش بنسميه الميتوتيك فيز اللي هو هذا هون الام فيز. طبعا الرسمه مش كثير دقيقه، لا تهتموا فيها، لكن نرجع نذكركم فيها الشغله. فديورينج الاس فيز بصير في عندنا ريبليكيشن للماده الوراثيه. ليش؟ لانه احنا بالاخير في خلايانا 46 الكروموسوم، والمعروف والشغل اللي احنا بنعرفها ان الكروموسوم it has two chromatids. هاي اللي بنعرف هاي الشغلة two sister chromatids، هذا ببين as a two sister chromatids خلال الام فيز. لكن لو نيجي على خلية طبيعية على سوماتيك سيل بيكون a single chromatid، بيكون عبارة عن one DNA molecule. هذا هو عبارة عن الكروموسوم in simple word. فالآن هذا أنا بتروح عندي خلية عندها 46 كروموسوم، و46 كروموسوم عبارة عن نسخة واحدة فقط. فلما تنقسم الخلية حيكون النص نص هون ونص هون، فالناقل الخلايا ايش معناها في عندي مشاكل في الخلية ايش؟ فاقدة نص الكروموسومات. احنا ما بنحكي عن الجميت عن الجاميتس، احنا قاعدين نحكي عن سوماتيك سيل، عن خلية جسمية، مش عن عن اللي هو خلية جنسية، نحكي عن خلية جسمية زي خلية الجلد إلى آخره. فعشان هيك خلال هذا سيلر ديفيجن بصير في عندي الدي ان اي ريبليكيشن، بحيث ايتش كروموسوم عندنا ايش منه؟ عندنا عنه نسختين، بحيث هذول النسختين بكل بساطه نسخه بتروح لكل خليه، هاي اللي بنحكي عنهم، نسخه بتروح لخليه والنسخه الثانيه في الخليه للخليه الثانيه، بحيث بالمحصله كل خليه راح يظل فيها كم كروموسوم؟ وهذا فيها 46 كروموسوم. إذا هاي هي اللي بنحكي عنها. نتذكر السنترال دوغما تبعيتنا، إنه إيش من السنترال دوغما؟ هاي هي بتظل تلاحقنا كلياتها وكلنا بنعرفها. إيش هي السنترال دوغما؟ دي إن إيه. من دي إن إيه إلى دي إن إيه، هاي عبارة عن وات؟ هاي عبارة عن ريبليكيشن بروسيس. ومن دي إن إيه إلى آر إن إيه، هاي ترانسكريبشن بروسيس. ومن آر إن إيه إلى بروتين، هاي ترانزليشن بروسيس. فكلياتها وكل هدف الجينتكس تبعنا نشرح هاي سنترال دوغما، انه نشرح كل تفصيل فيها، نشرح كيف بصير في عندي ريبليكيشن، واذا صار في عندي طفرات خلال الريبليكيشن هاو تو ريبير ات، كيف اني اصلحها، اعمل ترانسكريبشن، هاو ترانسكريبشن تيك بليس، كيف ننتج الماتشور ماسنجر ار ان اي، وكيف نتحكم في الجين اكسبريشن والترانسكريبشن في الايكاريوتيك سيل اند بروكاريوتيك سيل. يعني ندرس العملية بالتفصيل. بعدها راح نروح على translation واللي هي الترجمة، حنشوف كيف بيتم ترجمة secretory protein and cellular protein. ايش يعني secretory protein؟ بروتينات راح نطلعها outside the cell او على cell membrane اللي يتم تصنيعهم وين؟ على الاندوبلازم كريتيكلم. فكل هاي الاشياء وكل هاي البروسيس منا ندرسهم خلال مادة الجينيتكس، بالإضافة لندرس مواضيع يعني متفرقة، بالإضافة إلى ذلك related to recombinant DNA techniques، بالإضافة إلى ذلك نعرف عن اللي هو مواضيع بتخص الانهيرتنس التوارث وأنماط التوارث، وبالإضافة إلى ذلك نحكي عن
مواضيع يعني مثل السيجنال ترانزدكشن، وكيف يتم نقل المسجات من برا الخليه لجوا الخليه. فهي ماده الجينيتكس في كل بساطه، ندرس هاي الشغلات كلياتها في الماده. ف في هذه المحاضره بدنا نحكي عن الدي ان اي ريبليكيشن، واول شيء قبل ما نخش على الدي ان اي ريبليكيشن بدنا نحكي عن الكاركترستكس اوف ذيس دي ان اي ريبليكيشن. وات اي مين باي كاركترستكس، خصائص هذا الدي ان اي ريبليكيشن. اول خاصيه بدنا نحكي عنها واللي هي بنسميها بكل الكومبلمنتري. وات اي مين باي كومبلمنتري فيتشر، لان نعرف انه انا في عندي 2 دي ان اي ستراند، وهذول ال 2 دي ان اي ستراند كومبلمنت تو ايتش اذر. ايش يعني كومبلمنت؟ يعني البيس بير تبع اللي هو واتسون اند كريك اللي طلعوا لي اياه في القرن الماضي، بدنا نتبع المبدا تبعه، وانه السلاسل انتي بارلل فاشن. كان عندي هون اي بيقابلها تي، كان عندي هون سي بيقابلها جي، كان عندي هون تي بيقابلها اي. لانه احنا كان ايش عندي انا حاليا اللي بكون في الدي اوكسي فورم، هذا كان في عندي هون جي بيقابلها سي، وهكذا حتى النهايه. الان الفكره كلياتها من الكومبلمنتري فيتشر انه بنفس المبدا هون انا في عندي الانزيم اللي حندرسه واللي اسمه الدي ان اي بوليمريز. هذا الدي ان اي بوليمريز بيبني سلسله، وهاي السلسله اللي بتنبنى بتكون كومبلمنتري للتمبلت ستراند. فاللي باختصار هذول الدبل ستراند الدي ان اي بنفصله، بيكون في بيناتهم هيدروجين بوندنج، بنكسر هاي الهيدروجين بوندنج وبنفصلهم عن بعض، وكل ستراند بنستخدمها على ايش؟ نستخدمها از تمبلت، وبنبلى فوقيها كومبلمنتري ستراند بالدايركشن من 5 برايم ل 3 برايم. وهاي ال 5 برايم ل 3 برايم دايركشن احنا بنحكي عنه ده فقط ايش؟ فقط ركز معي، فقط للنيو ستراند، يعني اتجاه البناء من 5 برايم ل 3 برايم للسلسله اللي انا مبنيها مش للسلسله الاصليه. بالمحصله ناتج هاي الكومبلمنتري انه يطلع عندي 2 دي ان اي مولكيولز ذات ار ايدنتيكال. الفيتشر الثاني واللي بنحكي عنها ايش اسمها؟ اسمها سيمي كونزيرفاتيف. هيك سيمي كونزيرفاتيف، ايش يعني سيمي كونزيرفاتيف؟ نصف محافظة. الكونزيرف يحافظ، كيف يعني نصف محافظة؟ معنى نصف محافظة بدنا نطلع ونروح نحكي على انه من اسمها نصف محافظة، اذا لازم يكون في اشي محافظة واشي مشتت. وهذول هم الثيوريز اللي طلعوا في القرن الماضي، نحكي عن الاربعينيات وخمسينيات القرن الماضي. اذا في اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي طلعت 3 ثيوريز. هاي الثري ثيوريز كل واحدة بتفسر لي هاو الدي ان اي ريبليكيشن تيك بليس. اول نظرية اسمها الكونزيرفاتيف، لانه احنا نحكي سيمتيف سيمي، اذا هاي معناتها هاف، اذا نصف كونزيرفاتيف نصف محافظ. اذا لازم اعرف شو يعني محافظ، بعدين احكي لك شو يعني نصف محافظ. فالكونزرفاتيف ثيوري باختصار مبداها انه انا في عندي لنفترض هذا بدي اسميه الجي 0، وهذا بدي اسميه الجي 1، وهذا بدي اسميه الجي 2، وكل واحد فيهم راح نستفيد منه في تجربه علماء عملوها لاثبتوا انه الدي ان اي ريبليكيشن ات از ا بروسيس ويتش از سيمي كونزرفاتيف سنه 58. الان قبل ما نحكي عن هالعلماء وعن تجربتهم هذول، باختصار بدنا نحكي عن ايش؟ بدنا نحكي عن الكونزرفاتيف ثيوري. شو بتحكي الكونزرفاتيف ثيوري في كل بساطه؟ الكونزرفاتيف ثيوري هاي يا حبايبي بتحكي لي التالي. شو اللي بتحكي لي اياه؟ انه انا اللي افترض انا في عندي هاي دي ان اي ستراند اصليه، تو دي ان اي ستراند عفوا، او دي ان اي مولكيول اصلي. لما بدي اعمل له ريبليكيشن الستراندز الاصليه البيرنتال ستراند اللون الازرق بيظلوا مع بعض، من اسمه كونزرفاتيف محافظ، واحنا بنحافظ على الاشي الاصلي يضل مع بعض، والاشي اللي ببنيه اللي هو هذا في البنفسجي بيظل لحاله. هذا اسمه ايش؟ الكونزرفاتيف ثيوري. اذا في الكونزرفاتيف ثيوري بتحكي لي انه انا الدي ان اي ريبليكيشن بحافظ بحيث انه الستراندز الاصليه اللي انا ببنيهم بيرتبطوا مع بعض، والقديمات والاصليات بيكون ايش مالهم، او البيرنت ستراند بيظلوا ايش مالهم؟ بيظلوا مع بعضيهم، بيظلوا مع ايش؟ بيظلوا مع بعضيهم. برضو لما نعمل another round of replication بنفس السيناريو، الاوريجينال بيظلوا مع بعض، والحبايب اللي لازم هذول بيظلوا لحالهم. ليش انا رسمت في الالوان هاي؟ لانه لما اجي اشرح التجربة حستفيد من هاي الشغلة بكثير وبهاي الالوان. هذا النظام الاول والكونزرفاتيف موديل. الثاني اسمه ايش؟ اسمه سيمي، عشان هذا كلياته اسهم. اذا ايش اسمه؟ سيمي كونزرفاتيف موديل. السيمي كونزرفاتيف موديل العكس، مش العكس، او نحكي عنه
يشبه الموديل الأول لكنه اسمه نصف محافظ. إيش يعني نصف محافظ؟ يعني باختصار لو في عندي ستراندز أصلية هذول في الجي زيرو الجنريشن الأولاني، نصف محافظ أي إنه لما أنتج 2 دي إن إيه مولكيولز الأول وكل دي إن إيه مولكيول فيهم راح يحتوي على ستراند واحدة أصلية في اللون الأزرق، والثاني راح يكون إيش ماله؟ بكون جديد. إذا كل دي إن إيه مولكيول راح يحتوي على ستراند أصلية باللون الأزرق وستراند إيش مالها باللون البنفسجي واللي هي إيش مالها؟ نيو ستراند. فمن اسمه سيمي كونزرفاتيف نصف محافظ، فإنه ال 2 دي إن إيه مولكيولز اللي بيطلعوا افتر أ سنجل راوند أوف ريبليكيشن وكل دي إن إيه يحتوي على الأقل يحتوي إيش؟ سلسلة واحدة أصلية. وآخر موديل اسمه إيش؟ الديسبيرسيف موديل. وهذا الديسبيرسيف موديل يعني شوي عجية، بيحكي لك إنه هون يعني وصفهم يعني لحاله بيحكي لي انه غلط، لكن زمان كانوا يعتقدوا انه الديسبيرسيف موديل it is a theory and a model that يعني بفهمهم انه والله how DNA replication occurs انه شو المانر تبعه. بيحكي لك الديسبيرسيف موديل انه قطع الدي ان اي ستراند الاصليه تتوزع بشكل عشوائي على هاي، فالستراند الواحدة بالنسبة للديسبيرسيف موديل هي عبارة عن خليط. خليط ايش؟ خليط ما بين الدي ان اي ستراند الاصلي وما بين الدي ان اي ستراند الجديدة. يعني بلغة بسيطة بالنسبة لهم الدي ان اي ستراند هي عبارة بتطلع ميكس شكل لون، يعني ديسبيرسيف موديل نقول له شكل لون، يعني بيطلع الستراند فيها من الاثنين. طبعا مش راح ارجع ارسم نفس الرسمة، تخيلوا انه في كمان واحد هون، هون راح يطلع في عندي اربعة بنفس المبدأ بكون ايش مالهم راندوم. الآن سنة 58 اجوا عالمين، هذول العالمين ماثيو ميسلون وفرانكي ستول سنة 58 عملوا تجربة. هاي التجربة باختصار عرفوا من خلالها انه الدي ان اي ريبليكيشن ات از ا سيمي كونزرفاتيف موديل. انا ما هشرح نفس اللي بالتفريغ، احكي لك كل شيء في التفصيل الممل، يعني انا هون قاعد بعمل هايلايت على اشياء وكلام مهم وبنشرح كل شيء بشكل مبسط إن شاء الله تعالى. الآن هذول العلماء سنة 58 عملوا تجربة. شو اسم العلماء؟ ماثيو ميسلون وفرانكلين اللي هو ستول، واسم التجربة على اسمهم ميسلون ستول اكسبيرمنت سنة 58. بداية هذا علاقة أو إشي موضوع له علاقة في الكيمستري. الآن شو هو النظيرة ولا ايزوتوب اوف نيتروجين اللي ناتشرالي اوكيرينج في الدي ان اي؟ ات از ان 15. هذا الناتشرالي اوكيرينج ايزوتوب، وات اي مين باي ايزوتوب؟ النظائر باختصار، النظائر بالذرات استشابهت باختصار تتشابه في اللي هو بلغة بسيطة في العدد الكتلي، واختلفت اذكر انه او تختلف في العدد الذري، فاختلافها وين؟ في اللي هو الاتوميك نمبر، فبكون فيها لس يا لس يا مور ذان اللي هو الناتشرال اوكيرنج، لكن اكثر واحد فيهم شائع وموجود بنسبه كبيره كايزوتوب هو الان 15. ناقصي ايش بالضبط تعريف الايزوتوب، لكن اذكر انه الاختلاف بين الايزوتوبز في العدد الذري اي عدد البروتونات الموجوده وين في نواه هذه الذره. فهذا النظير او الايزوتوب من النيتروجين اللي هو الان 15 هو الموجود عندي في الدي ان اي. جابوا بكتيريا، هاي البكتيريا اسمها ايكولاي. هاي البكتيريا طبيعيا يكون فيها ان 15. قالوا يا عزيزي بدنا نحطها في ميديا وسط، هذا الوسط يحتوي على ايش؟ يحتوي على ان، وعشان يكون الالوان متناسقه راح اكتب الان 15 باللون الازرق لسبب وراح نفهم ليش، الان 14 باللون البنفسجي، فحطوها في ميديا ايش هو الان 14. اذا طبيعي ايش هو ان 15 اللي حطوا الميديم ايش هو انذر ايزوتوب اللي هو ان 14، وهذا الان 14 منطقيا راح يكون لايتر. ايش يعني لايتر؟ اخف من الان 15. اذا ايش ماله؟ اخف من الان 15 لانه بروتونات فيه اقل. معناته هذا الكلام لما اجي على البكتيريا، لما اجي على هاي الخليه البكتيريه افقعها اطلع الدي ان ايه منها راح الاقي عندي ثلاثه مواقع للدي ان ايه. شو الثلاث مواقع للدي ان ايه؟ بدنا ناخذ تيوب شوي علينا، ناخذ تيوب بلون احمر. ايش هم الثلاث مواقع اللي بدنا نحكي عنهم؟ بدي افترض هذا التست تيوب تبعي وما راح ارسم كل واحد فيهم، حنحكي بشكل عام الثلاث مواقع بناء على اللون. الموقع الاول بيكون غرقان هون، هي هو
والموقع الثاني بيكون طايش، والموقع اللي بالنص بدي ارسمه بلون ايش؟ اخضر عشان نستوي. اللي باللون النهدي هذا، خلينا ناخذ لون مختلف عشان كل شيء واضح، اللي في اللون النهدي هذا بيور N14، يعني كل الدي ان اي في نيتروجين 14 ايزوتوب، وهذا ميكس يعني نص بنص. ايش النص بنص؟ نصه N14 ونصه N15، عشان هيك جايب النص. وهذا ايش ماله؟ بيكون بيور N15، لانه هذا اثقل، فلازم يكون ايش ماله؟ في النص، لازم يكون اللي هو غرقان. وبناء عليه هذول العلماء ماثيو ميسلون وفرانك ديستور سنة 58، وبناء على هاي النظرية اللي هون وعلى هذا الاستنتاج، أثبتوا إنه سيمي كونزيرفاتيف. كيف؟ يا سيدي العزيز، عملوا تجربة، خلوا الإيكولاي تتكرر لمرة واحدة، يعني فور جينيريشن واحد، يعني يعطون الفيرست جينيريشن. شو المنظر اللي طلع معهم؟ المنظر اللي طلع معهم يا عزيزي المشاهد والطالب، اللي كان في اللون الأخضر، اللي وين كان جاي؟ جاي بالنص. والنص هذا ايش ماله؟ ميكس. ايش يعني ميكس؟ يعني خليط بين الان 14 وان 15، نصه ان 14 ونصه ان 15. وين من الثيوريز هذول اللي بكون فيها الدي ان اي مولكيولز ميكس؟ السيمي كونزرفاتيف والديسبيرسيف. طب ليش الكونزرفاتيف طنشنا؟ والله الكونزرفاتيف بيحكي لي انه في عندي ستراند راح تظل اصليه، دي ان اي مولكيول ودي ان اي مولكيول في الجديد، فالمفروض الشكل اللي لازم نتوقعه في الكونزرفاتيف موديل كيف يكون؟ في الجنريشن الاول بهذا المنظر. ايش هو المنظر تبعي؟ يكون في عندي جزء طايش فوق والجزء الثاني غرقان. لكن لما عملوا التجربه طلع معهم هذا المنظر. ايش المنظر اللي طلع معهم؟ هذا. وعليه في الراوند الاول في الجنريشن الاول كنسلوا على الكونزرفاتيف ثيوري، قالوا معناته الكونزرفاتيف ثيوري لا تفسر الدي ان اي ريبليكيشن، بس ضل في عندي تو ثيوريز، السيمي كونزرفاتيف والديسبيرسيف موديل. شو عملوا فيهم هذول؟ بكل بساطه سكند راوند اوف ريبليكيشن. الان لوجيكالي عشان نستوعب، في حاله السيمي كونزرفاتيف راح يكون في عندي بنفس السيناريو، انه انا في عندي 2 دي ان اي مولكيولز يحتوي على الستراند الاصلي اللي هي في لون ازرق اللي هي ان ان 15 وهذا الان 14، وفي عندي 2 دي ان اي مولكيولز ايش مالهم؟ يحتوي على ايش؟ يحتوي على البيور ان 14. اذا في عندي 2 دي ان اي ميكس نص بنص، و 2 دي ان اي مولكيولز ايش مالهم؟ بيور ان 14. لكن هذول كلياتهم الاربعه زي هذا خليط، فمعناته هذول بدي اتوقعهم في الديسبيرسيف موديل في الجنريشن الثاني طايشين فوق شوي. ليش؟ لانه صار في عندي ان 14 اكثر، وكل الدي ان اي مولكيولز عباره عن خليط. لكن هون ايش الشكل اللي راح اتوقعه؟ راح الاقي شكل انه واحد في الاخضر والثاني في البنفسجي. فلما عملوا السكند راوند اوف ريبليكيشن طلع معهم هذا المنظر. شو هذا المنظر اللي طلع معهم؟ اشي بالنص واشي طايش. طب هون عرفنا انه لازم يكون فوق بالنص بشوي. ليش؟ لانه زاد في عندي نسبه الان 14، لكن ما بيكون طايش 100%. اذا في فبالتالي كونه طلع معهم هذا المنظر، وهذا المنظر اقرب لمنظر ايش؟ السيمي كونزرفاتيف، انه انا في عندي نصهم بيكون ميكس والنص الثاني بيور ان 14، فنصهم جاي بالنص والنص الثاني جاي وين؟ طايش، على عكس الديسبيرسيف موديل لازم يكون هون بهذا المكان تقريبا. فبالتالي في السكند جينيريشن عملوا اكس على الديسبيرسيف موديل، واثبتوا بالتالي انه الدي ان اي ريبليكيشن ات از اسيمي كونزرفاتيف فاشن، اسيمي كونزرفاتيف 1. انه باختصار كل دي لما يطلع نعمل اراوند اوف ريبليكيشن ويطلع عندي تو مولكيولز اوف دي ان اي، كل واحد فيه يحتوي على يحتوي ايش؟ يحتوي اسنجل ايش؟ سنجل ستراند بتكون ايش مالها؟ اصليه. اذا هاي هي الثيوري الثانيه، واللي هي او الخاصيه الثانيه اللي بنحكي عنها سيمي كونزرفاتيف ثيوري. الخاصيه الثالثه اللي باختصار الفاشن او المانر اوف دي ان اي ريبليكيشن، وهذا المانر اوف دي ان اي ريبليكيشن حاكي كلامه حاليا، لكن توضيحه وتفسيره اكثر حنحكي عنه ان شاء الله تعالى. وين حنحكي عنه ان شاء الله تعالى؟ لما نيجي على البروسيس اوف دي ان اي ريبليكيشن. بشكل عام نعرف انه انا في عندي تو مانرز، از ليدنج اور لاجنج، وهذا كلام راح نفهمه ان شاء الله تعالى لما ندرس الدي ان اي ريبليكيشن في التفصيل، وهاو دي ان اي ريبليكيشن اوكيرز. اذا في عندي
two manners leading and lagging. بيكون في عندي leading which is تكون leading strand بنسميها، وعنده lagging strand. leading strand اعرفوا لي حاليا انه بتبني في اتجاه 5 برايم تو 3 برايم بشكل مستمر، فات از كونتينيوس. لكن اللاجنج ستراند بتبني من 5 برايم تو 3 برايم، لكن ركز بشكل متقطع. ايش ماله متقطع؟ اذا برضو البناء فيها من 5 برايم الى 3 برايم، لكن بكون متقطع. في الليدنج ستراند بيكون هيك البناء خط مستقيم، لكن في اللاجنج ستراند بيكون ايش ماله؟ بيكون في عندي لاجنج، في عندي لاج، في عندي ايش؟ قطع بتنبرى الى قطع. هاي هي فكرة الليدنج اند لاجنج، وحنفهم هاي الليدنج واللاجنج ستراند لما نيجي نحكي عن الدي ان اي ريبليكيشن ان شاء الله تعالى، واللي حنحكي عنه حاليا. حنحكي في التفصيل الدي ان اي ريبليكيشن بروسيس اند اتس بروتينز اند اتس انزايم. فدي ان اي ريبليكيشن ايش بيحتاج؟ وات از ذا انجريدينتس فور دي ان اي ريبليكيشن؟ اول واهم واحد بيحتاج الدي اوكسي ان تي بيز، يعني احنا بنعرف بيحتاج الدي اوكسي ان تي بيز. شو بيحتاج كمان؟ بيحتاج انزيمز حنحكي عنهم برضو. كمان يعني من الاشياء المهمه للدي ان اي ريبليكيشن بيحتاج لدي ان اي مولكيول اللي احنا نعمل له، وبالاضافه الى ذلك بحاجه لسيرتن بروتينز، هذول راح نحكي عنهم ان شاء الله تعالى، اللي ريسبونسبل فور ريكوجنايزنج اللي هو الاوريجين اوف ريبليكيشن اللي حنحكي عنه. اذا هاي الاشياء اللي احنا بنحتاجهم لايش؟ للبروسيس اوف دي ان اي ريبليكيشن. الان بدنا نيجي نحكي عن الـ replication bubble and origin of replication and replication fork. إذا بدنا نحكي عن كل هاي الشغلات وكل هاي الحاجات مرة واحدة. بداية هذا الـ DNA هذا الـ DNA strand. إذا اللي احنا بنرسم فيه حاليا هو a double stranded DNA، حرسمه في هذا الشكل. نتذكر ايش ماله؟ في عندي 2 end 5 prime end and 3 prime end 5 prime end and 3 prime end. الآن بشكل عام الـ origin of replication بلغة بسيطة هي مكان اللي ببلش فيه الـ replication. هل شرط يكون في المنتصف؟ لا، ممكن يكون في هاي المنطقة، ممكن هون، ممكن هون، ممكن هون، وممكن هون. اذا ممكن باي منطقه يكون في عندي الدي ان اي ريبليكيشن، وهي سبيسيفيك سيكونس بكون موجوده، وعلى ما اذكر غالبا بتكون ريتش في الاي والتي. ليش؟ لانها اسهل للكسر. ايش مالها؟ اسهل نكون نقول ريتش، لكن مش كلياتها اي تي، لا احنا بنحكي ريتش ان اي تي. ايش يعني؟ بتكون فيها هيدروجين بوندينج اقل من السي جي، وبالتالي الكسر تبعها اسهل. الان الاي تي بتكون موجوده في هاي الاوريجن مالتيبل، السيكونس مش كثير مهم نعرف فيها. المهم اني نعرف انه في عندي تو بايندينج بروتينز، شو اسمهم؟ الدي ان اي اي والدي ان اي بي. هذول التو بروتينز بيدوني هون بتعرفوا، لنفترض هاي باللون الاحمر هاي هي الاوريجين اوف ريبليكيشن، بتعرفوا لي عليه، تعرفوا لي عليه، بمسكوا وبكسروا لي الهيدروجين بوندينج. اذا ايش مالهم؟ بكسروا لي الهيدروجين بوندينج، ولما يكسروا لي اياه حيطلع عندي اشي جديد بنسميه ريبليكيشن، بنسميه ايش؟ الريبليكيشن بابل. حنرجع نرسم من اول وجديد، اعذرونا بس عشان ايش؟ عشان نفرجيكم حاجات حلوه. هاي خط رسمة حلوة زي كده، نرسمها وتكون واضحة لإلنا ولإلكم. تكونت إيش؟ فقاعة التضاعف من اسمها replication bubble، فأتهز يعني بكل بساطة فقاعة التضاعف. إذا إيش اسمها؟ فقاعة التضاعف. هاي replication bubble فيها اللي بصير في عند الريبليكيشن، بيجي عندنا الانزيمات وبلش فيها. فاول شيء واول خطوه اللي هي ريكوجنيشن لايش؟ للسيكونس تبعت الاوريجين اوف ريبليكيشن. بيجي الدي ان اي اي والدي ان اي بي بيكسروها. لكن بيجي هل بيجي يعني هل البروسيس اللي احنا نشرحها بتكون متكامله ورا بعض؟ يعني مش انه والله احنا هسه بنوقف طيب بصير عندي تنفتح هنا، بتنفتح مكان الاوريجين اوف ريبليكيشن
وخلص احنا قاعدين وقفنا البروسيس. لا، البروسيس متكامل اللي بيجي وراها الانزيمات تبعونه الدي ان اي ريبليكيشن، لكن احنا حاليا بدنا نوقف هاي البروسيس حاليا ونشرح. ايش نشرح عن الريبليكيشن بابل؟ وات از ريبليكيشن بابل؟ هي فقاعة التضاعف، لان الريبليكيشن بابل تنقسم بالنص من هون لشغلتين لاتجاهين بنسميهم تو ريبليكيشن فوركس، وهذول التو ريبليكيشن فوركس بيفرجونا انه باختصار الدي ان اي ريبليكيشن في الريبليكيشن بابل باي دايركشنال. وات اي مين باي دايركشنال؟ باتجاهين. فلما نقسم بالنص، اتجاه الريبليكيشن في هذا المنطقة اللي على الشمال بتكون من هون وهيك، بتكون من هون وهيك، يعني باتجاه الشمال، فإت إز باي دايركشنال، برضو من هون بهذا الاتجاه. وكل ريبليكيشن فورك يمثل حرف واي في هذا الاتجاه في هذا الشكل. إذا هذا ريبليكيشن فورك. إذا كل دي إن إيه ريبليكيشن بابل كم فورك تحتوي؟ تحتوي على 2 دي إن إيه ريبليكيشن فوركس بكل بساطة، وكل فورك بيكون في اتجاه سينثيسيس واحد. ليش بيكون في اتجاه السينثيسيس واحد؟ حنحكي فيه ان شاء الله تعالى لما نيجي نحكي على الانزيمات تبعونا. اذا عرفنا وخلصنا اول معلومة بتهمني. ايش اول معلومة بتهمني كانت؟ عرفنا انه كيف تتكون الاوريجين اوف شو هو الاوريجين اوف ريبليكيشن، شو اللي بيعملوا لي ريكوجنايزنج له، وكمان كيف تتكون الريبليكيشن بابل. وعرفنا في الريبليكيشن بابل ايش ماله؟ بيكون باي دايركشنال. السؤال اللي بيطرح نفسه، لو بدي اقارن بين دي ان اي لينير زي دي ان اي الانسان، وبين دي ان اي حلقي سيركلر زي دي ان اي البكتيريا. دي ان اي البكتيريا غير انه سيركلر، ات از سمول، فذير از اونلي ا سنجل اوريجين اوف ريبليكيشن. كلام مهم جدا، بكون سنجل بابل ريبليكيشن بابل فقط لا غير، وان اوريجين اوف ريبليكيشن اند ا سنجل ريبليكيشن بابل. اذا وبرضه كمان بيكون باي دايركشن العادي في الاتجاهين، بيكون بهذا الاتجاه باختصار هذا الدي ان اي سيركلر، بس مش كثير دقيق، لكن نفترض هون الاوريجينال ريبليكيشن. فباختصار ايش بصير المنظر؟ بصير المنظر بهذا الاتجاه بهذا الشكل تقريبا، نقول يعني هيك رسمة توضيحية. بصير السينثيسيس باي دايركشنال، يعني هذا بيشبه كل شيء الا السيركلر يعني، بس تدققوش. فبرضه في الريبليكيشن بابل في السيركلر دي يعني بيمشي باي دايركشنال، بيكون اسنجل اوريجين في ريبليكيشن لانه صغير، على عكس على عكس اللي هو اللي بنحكي عنه خليه الانسان او الدي ان اي لينير في الاي كاريوتيك اللي بيكون فيري فيري لارج. ايش يعني فيري لارج؟ كثير كبير. فبالتالي الكون بنحكي عنه بيكون كثير كبير، ما بيكفي اسنجل اوريجين في ريبليكيشن. يعني احنا باختصار يعني اللايف سايكل تبعتنا هناك والدي ان اي ريبليكيشن في البكتيريا 20 دقيقه تقريبا، لانه كثير صغير. احنا بنحكي عن 6 مليون بيس بير، طب انت عندك 7 بليون بيس بير في خلايا الانسان وفي الكروموسومات. طب هذا قديش هل بكفي 20 دقيقه في سنجل؟ احنا بنحكي تقريبا هذا بيحتاج لوقت نسخ 20 ساعه. اذا قديش يحتاج وقت نسخ 20 ساعه؟ لو كان في عندي a single origin of replication لكان الوقت اللي بحتاجه لل DNA replication عندنا أكثر بكثير. فعشان هيك احنا بحاجة إلى إيش؟ ل multiple origin of replications. إيش؟ multiple origin of replications. فبتلاقي ال DNA molecule الواحد في عندي multiple origin of replication، في عندي multiple replication bubbles، كلياتهم بالأخير بيتحدوا مع بعض وبيلتقوا مع بعض وبيسكروا إيش مالهم؟ مع بعض. نكون عارفين هاي المعلومات. الآن نحكي عن انزيماتنا. ايش يعني نحكي عن انزيماتنا؟ لان احنا اول اشي مهدنا الطريق، فتحنا منطقة صغيرة باستخدام الدي ان اي اي والدي ان اي بي، بدنا نكمل. بيجي عندي بروتين زغنون حليوة يا حليلة، هذا الفلون الاحمر هذا اسمه ايش؟ الهيليكيز. ايش اسمه؟ الهيليكيز، وهو أول واحد. يعني أنا ترتيبي شوي مختلف عن ترتيب تفريغ دفعتكم، أنا حاب أشرح مناطق جنود البداية ونرجع حتى حتى. فالهيليكيز وظيفتهم يعملوا لي unwinding، نركز unwinding نيتروجينس أو unwinding له دي ان اي ستراند. يعني أول إشي اللي فك لي مكان يعني هذاك هو إيش باختصار؟ هو
الدي ان اي. زي ده تخيل اني انا قاعد بدي اقص قماشي من النص، المقص مرات اني اجي احطه بالنص ما ينفعش، بدنا نحط خزق صغير، وهذا الخزق الصغير بنجيب ايش مشرط، مشرط خزق صغير بنكمل في المقص. فبيجينا الهيليكيز بيشتغل زي المقص، ايش يعني زي المقص، بيقص لي اللي هو باختصار الدبل ستراند الدي ان اي. فا اتس اكشن انه ايش تو انوايند الدبل ستراند دي ان اي، بيعمل لي بريكنج داون اللي هو باختصار للهيدروجين بوندينج ما بين تو دي ان اي ستراند. اذا ايش وظيفة الهيليكيز؟ يعمل لي ان وايندينج. تقريبا الهيليكيز نعرف معلومة عنه كان دو اراوند 6000 راوند او فول تيرن او روتيشن، يعني دورة كاملة 6000 مرة يعني في الدقيقة الواحدة. وكل راوند اللي بنحكي او كل تيرن كان بانوايند تقريبا تل بيسز، فاحنا بنحكي كم تير عندي في الدقيقة؟ 6000 تيرن. الدقيقة كم الدقيقة كم ثاني؟ 60 ثانية، يعني عشان نحسبها حسبة بسيطة. إذا في الدقيقة الواحدة عندي 6000 راوند، إذا في الثانية الواحدة كم راوند عندي؟ صفر صفر، ظل في عندي 100 راوند. إذا 100 راوند في كل ثانية، وفي كل راوند واحدة بعندي إيش؟ بيعمل unwinding إلى 10 nitrogen spaces، ل 10 النيوكليوتايد. إذا بلغة بسيطة في الثانية الواحدة كم النيوكليوتايد بيعمل لي؟ بيعمل لي unwinding ل 1000 نيوكليوتايد في الثانية. وفي الدقيقة نضيف كمان 6 وصفر، يعني نحكي عن رقم اللي هو 60000 نيوكليوتايد بير سكند بير مينت عفوا. إذا احنا حاليا قاعدين بنحكي انه في الدقيقة الواحدة 6000 روتيشن 6000 تيرن، يعني في الثانية الواحدة 100 روتيشن، وفي الثانية وفي الروتيشن الواحدة وفي التيرن الواحدة بيعمل لي بريكنج داون وانوايندنج ل 10 نيوكليوتايد و 10 نيتروجين سبيسز، بالمحصلة 60000 بيس بير في الدقيقة الواحدة. يعني بنحكي عن يعني كطول نحكي عن 30000 هون وعن 30000 على السلسلة المقابلة إلها، واللي هو رقم مش صغير، يعني مش ماله سريع كثير فيها الشغل هذا. فالأرقام نكون عارفينها، وكونه هذا الهيليكيز سريع في الأنوايندينج، وهذا باختصار الدي ان اي، بدك تخيله زي حبل، حبل عامل ملفوف جدلة. هذا الحبل الملفوف والجدلة لو احنا شديناه مسكنا أليافه وشديناه، بالأخير حيصير في عندي اوفر تويستينج، وهذا الاوفر تويستينج والاوفر وايندينج بعيق شغل الهيليكيز. فلازم يكون في عندي انزيم واشي يخفف لي هاي التويستينج، وهذا اللي بيجي نحكي عنه هم انزيمات اسمهم التوبو ايزوماريز. اذا باختصار انا في عندي انزيمات they call توبو ايزوماريز، هذول وظيفتهم to release التنشن. ايش يعني to release التنشن؟ يعني بكل بساطة هذا التنشن الناتج بسبب الانوايندنج فيا هيليكيز اكتيفيتي. تخيلوا يعني انت تجيب بالبيت عندك حبل اعمل له تويستنج، بعدين بكل بساطة من النص افتح وشد، بصير في عندك اوفر وايندنج في الديستال اند، فبالتالي بصير في عندي تنشن. طب شو بده يحرر التنشن؟ هو التوبو ايزوماريز. والتوبو ايزوماريز نوعين، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 زلمه خفيف، ايده جسمه ما بيساعده، هسه رح نحكي كيف بيشتغلوا، لكن ضعيف خفيف. ايش يعني؟ بده يشتغل على اشي ضعيف خفيف زيه، فهو بيشتغل على الدي ان اي ستراند اللي باختصار اللي نيجاتيف سوبر كويل، او بلغة بسيطة نحكي عنها رخوة. يعني ايش رخوة؟ بدل ما يكون انا في عندي كذا تيرنز في يعني اطوال معينة بيكون مرتخي، واحنا بنعرف كيف يعني مرتخي، مثلا لازم يكون الشكل تبع الدي ان اي هيك، لكن صار الشكل تبع الدي ان اي هيك، واللي ايش ماله كثير مرتخي. فهذا ايش وظيفته توبو ايزوماريز 1؟ يرجع لي المرتخي للوضع الطبيعي. فالهايبو وايندينج اللي هو باختصار اللاف قليل بيجيب لي التوبو ايزوماريز 1 بيرجع لي اياه للطبيعي. كيف بيشتغل؟ وكونه خفيف ما بحتاجش طاقه، يعني خفيف على المعده وما بيحتاج طاقه. فباختصار بيمسك ستراند واحده وبكسر الثاني وبفصلها،
وبخليها تلف حوالين الثاني الاصلي. اذا هو بيثبت وحده وبكسر عند تو ستراند، بيثبت وحده وبكسر الثاني وبخلي الثاني تلف حوالين الاولى وبرجعها للوضع الطبيعي. لكن هذا دي ان اي 2 باختصار زلمه لعيب حديد، بده اشي ثقيل ثقيل للثقيل. ايش الاشي الثقيل تبعه؟ الاوفر وايندنج، زي الاوفر وايندنج اللي بصير ديو تو هيليكاز اكتيفيتي ديورينج دي ان اي ريبليكيشن. فهذا اللعيب حديد اللي هو بوليمر توبا ايزوماريز 2 شديد، ليش انه شديد؟ بده اشي ثقيل له. شو الاشي اللي ثقيله؟ الاوفر وايندنج. فهو بيعمل لي ريليسنج ذا تنشن ديو تو ذيس اوفر وايندنج فيا الهيليكاز اكتيفيتي اللي صار على الدي ان اي. طيب هون كيف بيشتغل؟ هذا البني ادم كونه قوي لعيب حديد، هناك كونه ضعيف، مسك ستراند ولف حوالين الثاني، كان موضوع سهل. لكن هذا لعيب، لعيب حديد، هذا بمسك الثنتين وبفلخهن وببعدهن عن بعض وبيرجع يلفهن ويظبطهن ويرجعهن طبيعيات. فهو بشيل الاوفر تويستنج فيا بريكنج داون ذا تو ستراند، وبعمل لي وايندنج حوالين بعضيهم. اذا ايش مالهم؟ حوالين بعضيهم. وهذا التوبو ايزوماريز تايب 2 بيحتاج اي تي بي. فهذا بني ادم لعيب حديد، بتلاقي اي حدا لعيب حديد دائما بياكل وجبات كثير، تلاقيه بتصبح ايش، كل الناس بتصبح الصبحيه فنجان قهوه صغير، حبه تمر، هيك حبه شغلات على الخفيف. الا لعيبه الحديد، بيضه مسلوقه مخفوقه بروتين، بانكيك بالشوفان والموز، على ابصر شو بتلاقي الوجبات ايش مالها، عيال ثقيل بده طاقه اي تي بي. خلصنا، عرفنا الجنود اللي في البداية ايش اللي بيفتحوا لنا الطريق لحتى نبني. لكن في عندي ستيل مشكلة صغيرة، انه هذا الهيليكيز هو بيكسر وبشيل هيدروجين بوندينج. السؤال، هل في اني بوسيبيليتي نصير في عندي ريفورميشن للهيدروجين بوندينج؟ والله فبيجوني مجموعة بروتينات هذول اللي بنفسجي، اسمهم ايش؟ اس اس بي. ايش اسمهم؟ اس اس بي. وات اي مين باي اس اس بي؟ يعني سنجل ستراند دي ان اي بايندينج بروتين. هذول الاس اس بي يا حبايبي وظيفتهم تو بايند تو ا سنجل دي ان اي ستراند، وظيفتهم تو بريفنت، وات اي مين تو بريفنت، يمنعوا الريفورميشن اوف هيدروجين بوندينج ورا الهيليكيز. فهم باختصار بنفي الهيليكيز بكون ورا ماسكين الدي ان اي ستراند. فهذول سنجل ستراند دي ان اي بايندينج بروتين وظيفتهم بريفنت ستراند فروم ايش؟ فروم وات تو ري، اللي هو باختصار تو اللي هو تو ري فورم اللي هو الدي ان اي، او عفوا الهيدروجين بوندينج. عرفنا وظيفتهم سنجل ستراند دي ان اي بايندينج بروتين. في لهم وظيفه غير هاي؟ اه والله في لهم وظيفه. شو الوظيفه؟ لان احنا لما نعمل اوبننج في الدي ان اي احنا بنعرض هذا الدي ان اي لايش؟ لانزيمات زي الاندونيوكليازز زي الاكزونيوكليازز. فهاي السنجل ستراند بايندينج بروتين وجودها على دي ان اي ستراند التمبلت تبعي الاصلي يحمي بروتكت ذا دي ان اي، لانه هاي الماده الوراثيه الاصليه تبعيتنا. اي خراب اي كسر فيها الخليه بصير فيها طفرات، الخليه تموت. فايش بيجي كمان غير انه بيمنع تكون الهيدروجين بوندنج؟ يمنع انه يصير لها تكسير، لانه بدي احافظ عليها، لانه انا هاي بدي انسخها، هاي الاصلي تبعي. اذا ضيعت هذا الاصلي ما في اي داعي. يعني زي كأن انا قاعد بحكي عندي مفتاح بالبيت، هذا المفتاح اللي في البيت فيش عندي منه نسخه واحده، اذا ضاعت وانكسر هذا، انا كيف بدي اعمل اخرطه واخذ نسخه عنه جديد؟ لازم يكون نفسه صالح. فهاي بتحافظ على الدي ان اي الاصلي انه ما يصير له اي هيدروليسز فيا الاكزونيوكليازز والاندو نيوكليازز. اذروايز الدي ان اي كل ما يصير في الدي ان اي ريبليكيشن الخليه بتموت. خلصنا جنودنا في البدايه، ضل في عندي شغلات لازم نحكي عنها. نعم، لسه احنا حتى قاعدين، لسه ما كملناش. شو في شغلات نحكي عنها؟ والله ضل ما نحكي عن الليدنج واللاجنج والستراند، ونحكي عن كل الشغل هذا الحلو. بداية اللي نحكي عنه انزيم تبعنا الحلو هذاك اللي اسمه الدي ان اي، الدي ان اي بوليماريز. الدي ان اي بوليماريز بكل بساطة هذا بني ادم دلوع بده اشي جاهز يشتغل عليه. ما بينفع انه والله يجي يستلم ويشتغل من الصفر. ابن فرير بيحب يكون في عنده اشي جاهز وهو يكمل.
فبحاجة لقطعة نسميها البرايمر، اللي هي هاي في هذا اللون. ايش اسمها هاي القطعة؟ برايمر. هاي القطعة اللي بنسميها برايمر بكل بساطة عبارة عن شورت دي ان اي نيوكليوتايد 15 ل 40 نيوكليوتايد، وبيكونوا ار ان اي كونتنت، يعني بيكونوا ان تي بي او ان ام بي للدقة، يعني ايش ما بيكون في الدي اوكسي فورم. فالبرايمر they are short chain of RNA تستخدم عشان يجي دي ان اي بوليمريز ويبني عليها، لانه هذا الدي ان اي بوليمريز ابن فرير. طب شو اسم الانزيم اللي بيضيف لي اياها؟ اسمه حلو كثير زيه، اسمه برايميز. اذا البرايميز بيضيف لي البرايمر واللي هي شورت ار ان اي سيكونس 15 ل 40 نيوكليوتايد، وايش وظيفته؟ يضيف لي اياها عشان يجي الدي ان اي لابن فرير ويشتغل ويكمل عليها. طيب بدي اجي من هاي النقطة، بدي اكسر من هون، مش هو بدي اكسر، لا بدي اتخيل هاي راح تكون ايش موازية ل 3 برايم. فالسلسلة الجديدة هون ايش راح تكون؟ 5 برايم. وهي عندي ايش؟ 3 برايم. في هاي المنطقة السنثسيس راح يكون من 5 برايم ل 3 برايم عادي طبيعي في الاتجاه اللي بنعرفه اللي اتفقنا عليه، على نيو ستراند 5 برايم ل 3 برايم. فهاي اللي هون فوق هي عبارة عن ليدنج ستراند، فلما يجي الدي ان اي بوليمريز يعمل لي سينثيسيس، وحنحكي كيف يعمل لي سينثيسيس وبوليمرايزيشن، بيمشي على طول ما فيش عنده اي مشاكل. طب نيجي لهون واتفقنا الريبليكيشن فورك تبني في اتجاه واحد، انه من هون بدي ابني من هون الى هون، وهذا من 5 برايم الى 3 برايم ما فيش اي مشاكل. طب من هون الى هون، هذا من هون ايش ماله راح يكون؟ هاي راح تكون بالمناسبة اللي هون، هاي راح تكون 5 برايم. طب مقابلتها في السلسلة 3 برايم، وهي ايش؟ 5 برايم. احنا قاعدين في هذا الاتجاه 3 برايم ل 5 برايم، عكس الاتجاه الطبيعي إلنا، طبيعي إننا نبني من 5 برايم ل 3 برايم. ما فيش عندي انزيم يبني من 3 برايم الى 5 برايم، كيف بصير في عندي السيناريو في هاي الحالة؟ السيناريو في هاي المنطقة هون وفي هذا الريجون بتبين عندي اللاجينج ستراند، بحيث لحتى نبني ونكمل في الريبليكيشن فورك تبعيتنا اللي بنحكي عنها تكون في سنجل دايركشن اللي هو للشمال، ما بقدر ابني في هذا الاتجاه، فبصير في عندي ايش؟ بصير في عندي موضوع اللاجنج ستراند، بحيث انه البرايمر كل شوي بيضيف لي برايم، البرايمز كل شوي بيضيف لي برايمر، وبيجي عندي الدي ان اي بوليمريز الحيو ببني هون، برجع بكمل هون، برجع بكمل هون، برجع بكمل هون، فبنلاقيها ايش مالها؟ لاجنج ستراند. طيب ليش هذا الكلام بصير؟ لانه الدي ان اي بوليمريز لو تنتبهي، لو لم تنتبهوا راح نحكي عنهم، هذول البروتينات they are dimeric. دي ان اي بوليمريز 3 تحديدا they are dimeric. ايش يعني dimeric؟ عبارة عن 2 دي ان اي بوليمريزز جوينينج توجذر، بيمشوا مع بعض، فعشان هيك كل ريبليكيشن فورك لازم تمشي بنفس الاتجاه ديو تو دي ان اي بوليمريز 3 بيشتغلوا كدايمريك، وراح نحكي عنهم ان شاء الله تعالى كمان شوي. اذا باختصار اللي برايمر هاي مين بيضيف لي اياها؟ البرايميز. بعدين بيجي عندي الدي ان اي بوليمريز، وفي معلومة بتخص البرايميز اجلتها شويتين لما نحكي عن دي ان اي بوليمريز 3. لو انا حكيت دي ان اي بوليمريز 3 بدي احط قباله دي ان اي بوليمريز 1. اثنيناتهم هذول الحلوين، او عشان هيك بدي احطهم في تيبل، هذا التيبل كيوت، او للدقة هيك هيك دي ان اي بول 3 ودي ان اي بول 1. بدي احط خط عريض هون، بعدين بدي افصل هون، هذا الفصل حتفهموني اياه هون. الدي ان اي بوليمريز 3 ان دي ان اي بوليمريز 1 عندهم اكتيفيتي اسمها ايش؟ 5 برايم تو 3 برايم بوليمريز اكتيفيتي. طب انا ليش جمعتهم مع بعض؟ بدي احكي عليه. بداية اللي بيبني لي السلسلة وبيبني وكل شغلي معه هو الدي ان اي بوليميريز 3. دي ان اي بوليميريز 1 له بوليميريز اكتيفيتي، لكن البوليميريز اكتيفيتي اجوا لي اياها شوي، راح احكي عنها كمان شوي. لكن حاليا اعرف انهم كلاهما عندهم 3 5 برايم 3 برايم بوليميريز اكتيفيتي. كيف هاي الاكتيفيتي؟ بكل بساطة في عندي هذا البرايمر، بدي افترض ضغط البرايمر هاي اللي هون، الصورة اللي هون، واجيب لك اياها. هاي 5 برايم اند وهاي 3 برايم اند. على 3 برايم اند ايش في عندي؟ هيدروكسيل جروب. بمسك لي هاي الهيدروكسيل جروب وبربط لي اياها بالفوسفيت جروب الموجود على دي اوكسي ان تي بي. اي فوسفيت جروب؟ الالفا فوسفيت جروب، لانه في عندي 3 فوسفيت جروب، كل فوسفيت كيف بسميهم؟
الفا بيتا جاما. والروابط بين الفوسفيت جروب هاي فوسفو انهيدرايد فوسفو انهيدرايد، واللي بين هاي وبين السكر تبعنا ايش اسمها؟ اسمها فوسفو استر لينكج. فباختصار بمسك الهيدروكسيد وبربط لي اياها مع الالفا، ايش مع الالفا؟ الالفا اللي هو باختصار فوسفيت، بيكون لي الفوسفودايستر لينكج. فالانزيم ذات از ريسبونسبل تو فورميشن فوسفودايستر لينكج هو الدي ان اي بوليميراز 3. طب هاي عمليه بوليمرايزيشن، عمليه سينثيسيز، هاي عملية السينثيسيز تحتاج طاقة. نعم، طب هاي الطاقة من وين بتيجي؟ نرجع لرسمي، هاي تيجي من هون. من وين؟ من هون، من هاي الرابطة. هاي الرابطة ايش اسمها؟ فوسفو انهيدرايد بوند، وهاي البوند ريتش ان انرجي. فالريليسينج، وهذا المركب 2 فوسفيت جروب اي بايروفوسفيت، فالريليسينج اوف بايروفوسفيت كرييتينج ا لارج انرجي ان اكزرجونيك 1. وهاي الاكزرجونيك هون يتم الاستفادة منها في تشغيل يعني الانرجي ذات از ريليست فروم ذيس اكزرجونيك رياكشن لي بريكنج داون فوسفو انهيدرايد بوند بين الالفا اند بيتا فوسفيت، يتم استخدامها في البوليمرايزيشن رياكشن واللي هي الجوينينج اوف ذيس هيدروكسيل جروب وذ ذيس فوسفيت جروب لتكوين الفوسفودايستر لينكج. اذا في تكوين الفوسفودايستر لينكج بكل بساطة. اذا هذا هو شغلته، حكينا شغلته هيك ان جنرال وكيف بكون الرابطه، لكن ما عرفناش هذا الدي ان اي بوليمريز شو بيعمل لي. كمان بيعمل لي انه بيقرا، ايش بيقرا الدي ان اي بوليمريز؟ بيقرا اللي هو الناتريجن سبيسز او الان تي بي الموجود على السلسله الاصليه اللي هي هون. فاذا كانت ايه بضيف مناسب اللي هي تي، اذا كانت جي بضيف سي، إذا كانت تي بضيف إيش؟ إيه. طب كيف يعرف بضيف؟ لحتى يلاقي الـ proper hydrogen bonding، لأنه باختصار الـ A والـ T بيناتهم proper hydrogen bonding، وإيش كمان الـ C والـ G في بيناتهم proper hydrogen bonding. فلو كانت إيه بيجي حاط الـ T مناسب، لو حط G بيكون مش مناسب، لو حط إيه بيكون مش مناسب، لو حط الـ C بيكون مش مناسب، لكن المناسب هو إيش؟ A و T. فبعرف الـ proper نيتروجين سبيسز من خلال هاي الشغلة. طيب هذا الكلام بحاجة لدقة، لأنه إحنا بنحكي عن أعداد مهولة، نحكي عن 7 بليون اوف بير. طب هذا 7 بليون بير، طب ممكن يصير في عندي خطأ؟ نعم صحيح. فعشان هيك نسبة الخطأ اللي بنحكي عنها في الوضع الطبيعي هذا واحد كل واحد لكل 1000 نيوكليوتايد قاعد بتسمع. فكل 1000 نيوكليوتايد بنضاف في نسبة خطأ واحد، واحد في الألف، يعني كل ما يضيف 1000 في خطأ نسبة واحد يكون سي، وإنه حاط بدأ حاط رابطه مع إيش؟ مع إيه. هذا الخطأ بيصير. فعشان يتفادى الـ DNA بوليمريز هذا الخطأ عنده وظيفة ثانية. شو اسم الوظيفة؟ 3 برايم تو 5 برايم، إيش اسمها؟ 3 برايم تو 5 برايم إكزونيوكليز activity. وفي هذه الوظيفة يتم تدقيق، يدقق ايه؟ بده يدقق شو هالحلو هذا؟ بده يدقق الإضافة ضعف تي. كان عندي هناك ايه؟ برجع يشيك الهيدروجين بينات ضمن بروبر ولا لا؟ بروبر بخليه، كان مش بروبر بستخدم هاي الاكتيفيتي الاكزونيوكليز بخلع الغلط وبرجع يحط واحد صح 100%. وهاي ما بنسمي، وهاي بنسميها الـ proof reading activity. And this proof reading activity في الـ DNA polymerase 1، الـ proof reading activity في الـ DNA polymerase 1 قللت نسبة الخطأ لواحد لكل 1 مليون ماتريون سبيسز. رقم كثير مهول، من واحد لكل 1000، واحد لكل مليون بسبب هاي الاكتيفيتي. انه بعد كل ما بعد كل دي اوكسي ان تي بي يتم اضافتها بتشيك عليها صح بكمل، غلط ايش ماله بخلعها. طيب انا هاي الشغله ما جبتش سيرتها مع البرايميز، صح؟ صح. ليش ما جبتش سيرتها مع البرايميز؟ لانه البرايميز ات از ار ان اي، ات از تمبرري، ما حيظل منطق يظل ار ان اي جوا الدي ان اي، لا. فات از تمبرري،
بس موجود لحتى يجي الدي ان اي بوليميرز ويبني، معناته انا بدي اشيله مش لازم يضل على طول. فهون بيجي دور انزيم اللي هو الدي ان اي بوليميريز 1 وبيشتغل لي الوظيفه 5 برايم تو 3 برايم، ركز الفروقات، تو اكزونيوكليز اكتيفيتي. فايش بيعمل لي الدي ان اي بوليميريز 1؟ بشيل البرايمر من مكانه، شاله من مكانه بيرجع يبني. طب حتقول لي ما هو هذا دي ان اي بوليميريز 1 الاكتيفيتي تبعته، البوليميريز اكتيفيتي نفس الدي ان اي بوليميريز 1 بحاجه الى شيء يبدا عليه. طب انت شايف الجزء اليمين مش مجهز؟ لا، ما احنا حكينا باي دايركشنال والبروسيس متكامله، والكلام اللي بيصير هون بيصير هون. فانا هون راح يكون في عندي ليدنج ستراند بنفس السيناريو هون، لانه انا ببني من هون من 5 برايم تو 3 برايم، وبنفس السيناريو هون في عندي لاجينج ستراند موجودة في هاي المنطقة. فأنا في عندي اوريدي 3 برايم اند، بيقدر يضيف عليها ايش؟ بيقدر يضيف عليها اللي هو الدي ان اي بوليمريز 1. فإشي موجود اوريدي بيقدر يشتغل عليه، لأنه كل الشغل متكامل مع بعضه، كله بيشتغل مع بعضه، ما في إشي لحاله. فهذا الشغل كله مربوط مع بعض. فانا بكون في عندي هون اللاجينج ستراند هون وليدنج ستراند بحيث يبنوا لي في هذا الاتجاه. فبستغل هاي 3 برايم ان تبعتنا دي ان اي بوليميريز 1 بحيث يعمل لي فيلينج للجاب مكان البرايمر تبعي. فبيجي الدي ان اي بوليميريز 1 بيعمل لي فيلينج ذا جاب بنفس السيناريو تبع اللي هو الدي ان اي بوليميريز 3، نفس كل اشي بيشيله، وعنده بروف ريدنج ونفس السيناريو بشيك. لكن في مشكلة، بظل جاب. شو هي الجاب اللي ظلت؟ الجاب تبعتي ال 3 برايم اند تبعت اللي مكان البرايمر لما ضفناها، وال 5 برايم اند تبعت الدي ان اي اللي انضافت في الدي ان اي بوليمريز 1، هاي ما بقدرش اسكرها. هو كيف يشتغل الدي ان اي بوليمريز 1؟ بيكون في عندي فري دي ان تي بي، لكن هاي الان تي بي دي اوكسي ان تي بي مش فري، وهاي مش دي اوكسي ان تي بي اصلا، دي اوكسي ام دي ام بي، هاي دي اوكسي ان ام بي، دي اوكسي ان ام بي. يعني في السلسله هون بكوني هون دي اوكسي ان ام بي، وانا السبستريت تبعي هو دي اوكسي ان تي بي. اذا انا ما في عندي ان تي بي، طب كيف بدي اسكر هاي الجاب؟ هون بيجي دور اخر انزي اخر من اواخر الاشياء نحكي عنها، اسمه اللايجيز. وهذا اللايجيز هاي الكاب اللي بتظل في عندي افتر دي ان اي بوليمريز 1، بيجي بسكر لي اياها وبستخدم لي اي تي بي. فباختصار بمسك لي 3 برايم اند هيدروكسيل وال 5 برايم كاربوكسي فوسفيت، وبربطهم مع بعض بفوسفو دايستر بوند، وبسكر لي هاي الكاب اللي صارت. وهيك بصير السلسلة مكتملة. وهيك مالها بصير السلسلة ايش مالها؟ مكتملة. طب كملت القصة تبعيتي انا؟ لا، ما كملتش. الان كونه الدي ان اي بوليماريز شغلته مطولة. ايش يعني مطولة؟ بيشتغل على طول الدي ان اي، فلازم في اشي يثبته، اشي يحمله، زي متسلق الجبال. هذا اللي بيتسلق الجبل في حبل بيربطه، ليش؟ عشان في حال لو تعثر يمسك هذا الحبل يثبته في الجبل. فبدنا اشي يثبت هذا الدي ان اي مولكيول في الدي ان اي ستراند في الدي ان اي بوليماريز. بيجي هون ايش بنسميه سلايدنج كلامب اور بيتا كلامب. ايش اسمه؟ سلايدنج كلامب اور بيتا كلامب، واللي وظيفته باختصار ايش؟ يرتبط في الدي ان اي ستراند ويثبت الدي ان اي بوليماريز لها، عشان لانه الدي ان اي بوليماريز 3 خصوصا بيكون ايش ماله شغلانته مطوله. لكن دي ان اي بوليماريز 1 على العكسه هذا ايش ماله؟ نطاط. ايش يعني نطاط؟ بيظل ينط من كل لاجنج لكل لاجنج فراجمنت لكل واحده، بحيث يشيل البرايمرز يبدلهم، بعدين بيجي بالحق اللايجيز. فالدي ان اي بوليميريز 1 والدي ان اي لايجيز بيكونوا بجانب بعض، دائما ورا بعض، دائما ورا بعض شغالين. ظلت معلومه وحيده نحكي عنها، انه هاي الفراجمنت في اللاجنج ستراند اللي اكتشفها عالم ياباني اسمه اوكازاكي، فسموا لي اياه اوكازاكي فراجمنت. فالدي ان اي بوليميريز 1 بيظل ينطنط لي من وين لوين، من كل بيظل ينطنط لي من وين لوين، بيظل ينطنط لي يا حبايبي. هاي عشان ثواني بس هيك للي بده ياخذ سكرين شوت هسه نشطب. للي بيظل ينطنط لي من كل اوكازاكي فراجمنت للثانيه،
فهون احنا ننتبه هذا الكلام بفرجينيا، وبلخص لكم الكلام اللي حكينا عنه، في عند الهيليكيز برايميز this is the lagging strand، ننتبه تتكون ايش الاوكازاكي فراجمنت تبعتي، هاي السلايدنج كلامب. ليش سموها سلايدنج كلامب؟ لانها مخلب وسلايدنج بزحلق على الدي ان اي مولكيول. ننتبه في عند السنجل ستراند الدي ان اي بايندنج بروتينز، ممنوع كل ستراند اللي بيحكينا نتذكر شو وظيفتهم، يمنعوا الريجوينينج اوف ذا تو ستراند الاوريجينال وان، بالاضافه الى ذلك يمنعوا الهيدروليسيس فيا نيوكلييز او ان النيوكلييز، هاي الليدنج ستراند وهاي اللاجنج ستراند. لان في اللاجنج ستراند اللي فعليا لحتى يصير في عندي لاجنج ستراند بصير في عندي لوبينج للدي ان اي. كيف يعني لوبينج؟ ننتبه انه الدي ان اي ستراند عمالها بتلف في الاتجاه المعاكس، يعني كيف تلف؟ يعني من هون الى هون بيمشي، يعني بهذا الاتجاه هون هيك، وهذا بيمشي طبيعي هون، وهذا قاعد ايش ماله بيمشي وبيملي عليه عشان يضلوا مكملين مع بعض، بيعطيني اللاجنج ستراند. وننتبه هذا الدي ان اي بوليميريز 1 والدي ان اي لاجيز ورا بعض، بحيث ايش مالهم يشيلوا البرايمر، الدي ان اي بوليميريز 1 يشيل البرايمر يحط مكانه دي اوكسي ان ام بي، واللاجيز يسكر لي الجاب اللي ظلت. واحنا هيك بنكون خلصنا بروسيس اوف دي ان اي ريبليكيشن. شو ضل علينا؟ ضل علينا حاجات حلوة كثير كثير كثير، واللي بنحكي عنها اللي هي التوليمرز. ايش اللي بدنا نحكي عنها هسه حاليا؟ التوليمرز هاي حاجة كثير جميلة وحاجة كثير بسيطة، ربنا خلق لنا اياها موجودة في خلايانا. طب ايش هاي التوليمرز يا اعزائي ويا حبايبي؟ التوليمرز بكل بساطة جنك دي ان ايه موجود وين؟ موجود على أطراف الكروموسوم. نتذكر شو الكروموسوم على شكل الإكس شيب، نتذكر السنترومير تبعتي، نتذكر الشورت آرم واللونج آرم لكل كروماتيد. فعلى أطراف هاي اللي عندي ريبيتيتف سيكونس، ويطلق عليهم اسم جونك دي ان ايه. وكلمة جونك دي ان ايه اي لا يتم ترجمته، لا يتم ترجمته، إذا لا يتم ترجمته، بيكون على أطراف الكروموسومات. إذا وين بيكون؟ على أطراف الكروموسومات. ف والتوليمرز هم عبارة عن سيكونس وريبيتيتيف سيكونس من الدي ان اي. ايش مالهم؟ ريبيتيتيف سيكونس من الدي ان اي وكونوا جنك دي ان اي. طب هل الجنك دي ان اي موجود فقط على أطراف على تيب اوف كروموسومز؟ لا، موجود في اماكن ثانية جوا الدي ان ايه. لما ندرس الترانسكريبشن على خير ان شاء الله تعالى راح افرجيكم another type of junk دي ان ايه موجود جوا الجينات. اذا في عندي junk دي ان ايه في الجينات، يس. اذا باختصار هاي الجنك دي ان ايه they do not code for any gene وما لهم اي وظيفة. they are called عشان هيك our alien protein، عشان هيك بسموه junk دي ان ايه. فهذول ايش وظيفتهم؟ وظيفتهم التالي، نرجع نرسم رسمتنا للدي ان اي ستراند. هذول الدبل ستراند، this is 5 prime end، this is 3 prime end، this is 5 prime end 3 prime end. طيب الان نتذكر ريبليكيشن بابل بالنص، شو اللي هون راح يكون؟ من هون الى هون، من هون راح يكون بالمحصلة 3 برايم الى 5 برايم، فهذا راح يكون ايش ماله؟ ركز معي عشان نضل متذكرين، هذا راح يكون في المحصلة في هاي المنطقة على شكل لاجنج ستراند. فأنا حرسم وأريح حالي كخط، لكن اعرف لي في هاي المنطقة ايش مالها؟ لاجنج ستراند. ليش؟ ننتبه لأنه أنا في هاي المنطقة هون الأوريجين أوف ريبليكيشن تقريبا نقول موجود، فأنا في عندي هاي ريبليكيشن فورك في هذا الاتجاه وريبليكيشن فورك في هذا الاتجاه. وعشان أريحكم دائما اللي باتجاه الفايف برايم إند، دائما البناء اللي في اتجاه الفايف برايم إند بتكون اللاجينج ستراند. إيش بتكون؟ اللاجينج ستراند. إذا إيش بتكون؟ هي اللاجينج ستراند. فهي باختصار هي اللاجينج ستراند. فأنا رسمتها after filling كل شيء، شلنا البرايمرز وكل شيء، وخليت البرايمر اللي في الأخير، وبنفس المبدأ خليت البرايمر اللي في الأخير وبنيته كلياته. واجين ذيس از برضه كمان اللاجينج ستراند بنفس السيناريو. ليش؟ لانه قاعد ببني من هون الى هون. شو ببني من هون؟ ذيس از راح تكون 3 برايم اند لل 5 برايم، فقاعد ببني 3 برايم ل 5 برايم. فدائما لما يكون انا في عندي 3 برايم ل 5 برايم لازم ابني فيه البناء، بيكون ايش ماله؟ لاجينج. ايش ماله بيكون؟ لاجينج متقطع. فانا اختصرت على حالي ورسمت هاي الرسمه.
لان هاي اللي باختصار اللي ظلت في اللون الاحمر they are primers. بيجي عند الدي ان اي بوليمريز 1 بوظيفته الطبيعيه اللي بنعرفها اكزونيكليز، بشيلهم. ايش ملاحظين؟ شورتنينج شورتنينج، ظلت هاي 5 برايم وهاي 5 برايم، عشان نكتب هنا this is 5 برايم و this is 5 3 برايم، this is 5 برايم و this is 3 برايم. لان هاي المنطقه بتظل جاب، ما بنقدر نعبي. ليش؟ there is no enzyme that added على 5 برايم end. انا ببني من 5 برايم الى 3 برايم، فلما احكي when I add to 5 برايم end انا ببني من 3 برايم ل 5 برايم. اذا عشان تستوعب ال 5 برايم ل 3 برايم، اذا انا الاضافه على 5 على 3 برايم وبنائي بالمحصله من 5 برايم ل 3 برايم، فكل مره بضيف انا ل 3 برايم end بظل فري. لكن هون انا بدي اضيف على ال 5 برايم end، مش موجود بجسمنا. طب لا قدر الله لنفترض هذا الجنك دي ان ايه مش موجود، not exist على التيب اوف كروموسومز، فايش راح يصير في عندي؟ شورتنينج، مش موجودين التوليمرز، فالشورتنينج والتآكل في الجينات والخلية تموت. منطق الخلية تموت هيك بكل بساطة؟ الله خلقنا في أحسن تقويم، منطق يكون هذا الحكي؟ لا، it's not logical. ربنا خلقنا في أحسن تقويم، فعشان هيك ربنا خلقنا التوليمرز، هذا الجنك دي ان ايه. ليش؟ عشان يحمي الدي ان ايه من التآكل، يصير في عندي شورتنينج. طب هو بصير شورتنينج، لكن الشورتنينج بيش بصير؟ في الجنك دي ان ايه، في دي ان ايه سيكونس ما الها اي داعي، ما الها اي بروسيس للحياة، ما بتعطيني انكودنج لاي بروتينات مهمة، فقط وظيفتها لتحمي الدي ان ايه والكروموسومات والجينات من التآكل. يعني تحميني تحديدا. المهم شو فكرة كل الدي ان ايه والجينوم؟ نحكي عن الجينات، فلحتى احمي الجينات بدي هيك سلاسل على الاطراف، فموجودين على التيب اوف كروموسوم تو بروتكت ذا جينز فروم بينج شورتند. فونس جينز ار شورتند الخلية تموت، فعشان هيك التوليمرز فيها البيسز فور وات؟ البيسز فور ايجينج، ان الواحد بيكبر من العمر. كيف الواحد بيكبر في العمر؟ ببلش انه واحد خلص بيوصل لمرحلة ايش؟ بتوقف النمو، بعدين ببلش بمراحل ايش؟ ببلش الايجينج، ببلش في عندي ضعف. واي ذس؟ لان في خلايا بتبلش تموت. ليش هي الخلايا بتبلش تموت؟ لانه التوليمرز بتبلش تكسر، فالبروسيس اوف ايجينج كلياتها واللي اكسبلينز الايجينج موضوع الشورتنينج اوف توليمرز. فانا كشخص صغير عمري 20 سنة، التوليمر تبعي اللي عندي اياه اطول من شخص ذكر عمره 70 سنة، فذاك التوليمر تبعه بكون كثير اقصر. ليش؟ لانه في كثير ايش؟ سيل ديفيجن وكثير شورتنينج بكون موجود عندي. فعشان هيك بعض العلماء قالوا بعد ما نظل نطول في التوليمر، فثيوريتيكالي نظريا نزيد اعمار الاشخاص من خلال هاي الشخصة اللي هو الكلام اللي كنا نحكي عنه. الآن عرفنا كل هاي الشغلات وكيف بصير في عندي شورتنينج على البرايمر الأخير في اللاجينج ستراند على الفايف برايم انت في النيو ستراند. طيب لو خلية بلاست جيرم سيل بتنقسم 24 ساعة دائما في انقسام، هاي الخلية منطق يظل التوليمر ينقص يكسر وتموت؟ لا. طب شو الحل؟ فربنا خلق في هذه الخلايا انزيم، هذا الانزيم اسمه ايش؟ توليماريز. اذا ايش اسمه؟ ايش اسم الانزيم هذه يا حبايبي؟ دقيقة مضطرين نعيد الرسمي هون، لانه سبحان الله الوايت بورد قرر انه يتعطل في اخر لحظة. فاز وي سيد الشورتنينج بيكون في اللاجينج ستراند تبعتي اللي هي في هاي المنطقة، اللي هي في هاي المنطقة، هاي 5 برايم ل 3 برايم، هاي 3 5 برايم ل 3 برايم، 5 برايم ل 3 برايم. واتفقنا الشورتنينج بيصير وين؟ على التوليمر. فربنا خلق لنا انزيم اسمه ايش؟ التوليمريز. له اسمين ثانيين لازم نعرفهم، اسمه ار ان اي ديبندنت دي ان اي بوليمريز،
وإله اسم ثاني بنسميه ريفيرس ترانس كريبتيز. الاسمين لهم علاقة في الاستركتشر وطريقة عمل هذا الإنزيم. فهذا الإنزيم اسمه إيش؟ ريفيرس ترانسكريبتيز. إيش يعني؟ يحتوي على سلسلة RNA، وهذه السلسلة تستخدم كتمبلت بيعمل لي لينكثينينج في التوليمر. ليش أنا في عندي أو ليش سموه ريفيرس ترانسكريبتيز؟ ليش؟ لأن ترانسكريبشن من DNA إلى RNA. طب إذا أنا مسكت RNA as a template وبنيت DNA using this template، فمعناته ايش صار؟ العكس، فانعكست ترانسكريبشن فصار ريفيرس ترانسكريبتيز. طب ليش سمينا ار دي ار ان اي ديبندنت دي ان اي بوليماريز؟ لانه انا اساسي الار ان اي از تمبلت اعتمدت عليه وبنيت دي ان اي بالمره الدي ان اي. طب الدي ان اي بوليماريز ايش اسمه؟ دي ان اي ديبندنت دي ان اي بوليماريز. اذا كون انا في عندي ار ان اي ديبندنت دي ان اي بوليماريز، اذا انا في عندي دي ان اي ديبندنت دي ان اي بوليماريز، واللي هو باختصار عبارة عن اللي هو حبيبنا اللزم اللي دي ان اي بوليماريز الطبيعي اللي احنا بنعرفه. فهذا في عنده شورت سيكونس اوف ار ان اي موجودة في الاستراكشر تبعته، وغالبا سي اند اي ريتش، يعني بتكون فيها سي واي اكثر اشي. فكيف بتيجي هاي الشغلة؟ وانس البرايمر ريموفد ما بنقدر نضيف، بتيجي يتم يصير في عندي استطالة في هاي المنطقة، لانه بنفس المانر كل البناء من 5 برايم ل 3 برايم. فبيجي هذا الانزيم التيلوميريز بيستخدم الار ان اي، بيضيف على 3 برايم اند للبيرنت ستراند وبيعمل لي لينكثينينج. وفوق هذا اللينكثينينج بيجي في عندي البرايميز، بيضيف لي البرايمر، بنكمل السلسله وبنشال هذا البرايمر. ولما ينشال هسه ما فيش اي عندي اي اشكاليه. ليش؟ لان انا حافظت على طول ايش؟ حافظت على طول التوليمر. طبعا هاي العمليه البروسيس اللي بنحكي عنها repeat thousands of times، بالتالي بيعمل لي extending and اللي هو بزيد التوليمر. فباختصار عشان نستوعب، احنا بنحكي شو ال RNA molecule الموجود في التوليمريز؟ RA rich. فمنطقيا راح تكون التوليمر itself، هاي المنطقة في اللون الأحمر it is GT rich. ليش؟ لأنه ال RA CA rich وين موجود؟ في ال RNA اللي في التوليمر. معناته سلسلة ال DNA راح تكون العكس، GT ريتش. فكيف بيشتغل؟ از وي سيد، بيضيف هنا في هاي المنطقه، بعدين بيجي البرايميز، بعدين بيجي دي ان اي بوليماريز 1، والسيناريو بنعاد كلياته ما في اي شيء جديد. الان هذا التولمريز بيكون اكتف في الجيرم لاين سيلز، الخلايا اللي هي اللي بتكون بلاست سيلز، يعني فور اكزامبل الهيماتوبايوتيك ستيم سيل، الخلايا الجذعيه، زي لما نحكي اللي هو خلايا اللي هو اللي بتعطيني خلايا الدم الحمراء، هاي على طول تنقسم، فهاي فيها كثير تيلوميريز شغال دائما على طول، زي الخلايا اللي هو باختصار في الميل اللي بتعطوني اللي هم السبيرمز، الحيوانات المنويه هذول، فهذول بيكون ايش مالهم؟ بيكونوا هايلي اكتف. بالاضافه الى ذلك معلومه هيك حلوه نحكي عنها، انه التيلوميريز بيكون هايلي اكتف في الكانسر سيلز. لقوا انه خلايا سرطانيه في عندها هايلي اكتف تيلوميريز. واي ذات؟ لما اتفقنا التوليماريز يحمي الجين من التآكل، انه يصير في عندي deleting from that gene، فعشان هيك الخلايا السرطانية بتحافظ تحاول انها تظل عايش لأطول مدة ممكنة. كيف بتحافظ على العيش على انها تظل عايشة؟ فانا تحافظ على الجينات تبعيتها، مع انه الجينات بتكون خربانة، لكن بتحافظ انه ما يصير تآكل، لانه once جين از بصير في عندي تآكل وشورتنينج في الخلية تموت. فعشان هيك بيكون في عندي over expression of telomerase، بيكون في عندي highly active وين؟ في الخلايا السرطانية أو في النيبلاستيك سيلز. أنا هيك بكون خلصت شرح المحاضرة هاي. أي سؤال أي استفسار ما تترددوا، وموفقين يا رب.